كمان ليه العيد فرحه يا سلام ان انا عندي في ولاد ابو اسماعيل بوح الصباح جاي لهم يا صباح صباح يا عم الحاج يما لا مش قوي كده يا بنت هو يا بنت بتاع مين الواد ده بيقول واد جاي من الارياف يدور على واحد اسمه محروس الضبع لا يا صاحبي بس اسئله فلانتين انا كنت تبعت في 300 جنيه اللي معايا صباحك ورد صبح صبح يا ورد بالاذن عسل بالسلامه طحينا بوحه اول ايام العيد الواحده ظهرا على قناه مصر الاولى